انت يا ابني يلا يا حبيبي قوم يلا قوم يلا عشان عمك حاجه يقعد قوم قوم ليه قوم يلا عشان عمك حد يا عم الكرسي بتاعي يا عم قوم يلا القانون بيقول كده يا دوم يا قانون بتاع مين كده طب انا هجيب لك البوليس بقى هو اللي قايمك يا حبيبي اهو فين هو ده اللي مش راضي يقوم مش راضي يقوم ليه مكان يا حضره الضابط انا مكان عملتش حاجه ما عملتش حاجه انت خالفت القانون قوم معايا على الحجز انا عملتش حاجه قوم عملتش حاجه كله بحكم القانون سنة 55 في مدينة أمريكية اسمها مونتجومري وهي عاصمة ولاية ألاباما رفضت الأمريكية السمراء روزا باركس أنها تقوم من الكرسي بتاعها في الأتوبيس عشان يركب مكانها أحد الركاب البيض ونتيجة لده تم القبض على روزا باركس ودخلت السجن جراء هذه الجريمة الفظيعة. الغريب أن وقتها فعلا القانون كان محدد كراسي الأتوبيس حسب اللون، الكراسي اللي قدام للركاب البيض والكراسي اللي وراء للركاب السمر، وكان ساعتها بيجبر الركاب السمر كمان أن هم في حالة انتهاء الكراسي المخصصة للركاب البيض يجب على السمر ان هم يقوموا ويركبوا مكانهم الركاب البيض. معاناة السود لها تاريخ طويل من اول اسود وطأت اقدامه شواطئ امريكا، ودي لها مجال تاني للحديث عنها. احنا هنا بنتكلم عن احدث فصل من فصول المعاناة دي وهي حركة الحقوق المدنية الامريكية، ودي حركة نضالية لها جذور ممتدة من نهاية القرن 19 وبتبلغ ذروتها في خمسينات وستينات القرن العشرين. وعشان نفهم أصل الحكاية تعالى نبتدي من عند انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية من سنة 1861 لسنة 1865، والحرب دي كان من أهم أسبابها ومن أهم نتائجها هي قضية تحرير الزنوج. الحرب الأهلية انتهت بانتصار الشمال على الجنوب وبإقرار ثلاث تعديلات في الدستور الأمريكي، إنهاء العبودية وتجريمها، منح الجنسية للمواطنين السود ودول كانوا حوالي 4 مليون، منح الذكور السود حق التصويت سنة 1870 بعد الحرب بشوية، كده كده النساء ما كانش لهم حق التصويت فكده كده يعني كان الحق ده ممنوح للذكور. والتصويت كان شيء مهم جدا في المجتمع الأمريكي. حق التصويت ده هناك ما هوش من قبيل الرفاهية ولا حاجة صغيرة، لأن كل حاجة في حياتك هناك أنت بتحكمها بالتصويت، من أول اختيار رئيس الدولة لحاكم الولاية حتى لعمدة القرية أو البلدة اللي أنت ساكن فيها هناك، انتهاء بدخولك في هيئة المحلفين في النظام القضائي. ولو مستصغر حاجة زي كده فعلى مدى عقود حصلت آلاف من حالات القتل والاعتداء على الأمريكيين السود من قبل أمريكيين بيض وما تمتش محاكمتهم، وحتى لما كانوا بيخش المحاكمات ما كانتش بتتم إدانتهم لأن هيئة المحلفين كلها بيض. فدي مش رفاهية، لا دي مسألة حياة أو موت. صحيح الجنوب خسر الحرب وصحيح الحكومة الفيدرالية هي اللي مسيطرة على الجنوب دلوقتي، لكن المجتمع الأبيض في الجنوب قاوم ده في صورة ظهور جماعات إجرامية وجماعات مسلحة زي الكلوكس كلان اللي هي الكي كي كي، والفترة اللي بعد الحرب دي كانت مليانة حوادث عنف فردية ومذابح جماعية ضد المواطنين السود بالذات في الجنوب. سنة 1876 بعد الحرب بحوالي 10 سنين خلاص بقى نلم نتائج الحرب دي ونبدأ نعمل انتخابات جديدة والدنيا تستقر. بالفعل اتعملت انتخابات المجالس التشريعية وتم سحب القوات الفيدرالية من الجنوب مرة تانية، وفي الانتخابات دي تم إرهاب الزنوج بشكل كبير جدا ومنعهم بالقوة من المشاركة في الانتخابات. بالتالي نتج عن الانتخابات دي مجالس تشريعية طلعت قوانين فصل عنصري شديدة جدا وتشريعات ولوائح تخلي واقع ان اي مواطن اسود يدلي بصوته في الانتخابات بالذات في الولايات الجنوبية تعتبر استحالة عملية رغم ان الدستور بيقوله. تضييقات زي مثلا ضريبة معينة تندفع على اللي عايز يدلي بصوته، تخليص ورق من مدام عفاف اللي في الرابع، مدام عفاف دي اصلا بيضة وبتكره الزنوج وانت مفروض تخلص ورقة الورق اللي انت هتخش بيها الانتخابات او تدلي بصوتك فيها بالانتخابات من عن طريقها، وكله بالقانون منفصلون لكن متساوون. وبموجب القانون ده او بموجب القوانين اللي طلعتها المجالس التشريعية اللي ناتجة عن انتخابات السود مش قادرين اصلا يخشوا يحطوا صوتهم فيها ناهيك عن الترشح اليها، بموجب القوانين دي كلها تم تقسيم المرافق العامة والخدمات الحكومية زي التعليم والكنائس وحتى المواصلات الى نطاقات بيضة ونطاقات ملونة، نطاقات بيضة لخدمة المواطنين البيض، نطاقات ملونة بيتواجد فيها السود وبقايا الهنود والاخ الاخ من مواطنين الدرجة التانية. وكانت دايما بتتميز المرافق اللي بتخدم الملونين دي بنقص التمويل ونقص الكفاءة والنوعية.
وفي كل مكان تم وضع لافتات وتم وضع فصل عنصري واضح جدا بيوضح للسود يقدروا يمشوا فين، يتكلموا ازاي، يشربوا ايه، اماكن الراحة، اماكن تناول الطعام. اما بالنسبة لاماكن اللي كانت مختلطة عنصريا كان لازم السود فيها يستنوا لما تتقدم الخدمة للبيض وبعد كده هم يقدروا يحصلوا على الخدمة بتاعتهم. وعلى كده تم فصل كل المدارس والكنائس وحمامات السباحة والاماكن العامة وغيره وغيره وغيره. ومن ضمن تشريعات الفصل العنصري دي اللي حطتها المجالس التشريعية هي التشريع بتاع فصل المقاعد بتاعة الأتوبيسات، المقاعد الأمامية للبيض والمقاعد الخلفية للسمر. ومش بس كده، كمان كان يتوجب على المواطن الأسمر أنه يطلع يدفع عند السواق وينزل تاني ويركب في الأتوبيس من ورا، وده عشان ما يعدوش بريحتهم الوحشة وأروحهم الشريرة أمام السادة البيض. ودخل كده السود عامة وسود الجنوب خاصة في دايرة مفرغة، التشريع المحلي بيعنصر ضدهم والتشريع ده حطوا رجالة بيض، والانتخابات اللي عشان تحط فيها في المجالس التشريعية دي متاحة ليهم قانونا لكن متاحة ليهم دستوريا، لكن القوانين المحلية مخلية عمليا استحالة لا يترشحوا ولا حتى يحطوا صوتهم، غير حالات الاعتداء والقتل والإجرام اللي ما كانوش بيقدروا ياخدوا فيها حقهم بالقانون لأن هيئة المحلفين كلها بيض والقاضي أبيض وكل الدائرة القضائية بيضة. الوضع في الشمال كان أخف حد عنه في الجنوب، رغم أنه كان فيه بعض التضييق في السكن والوظائف، لكن حياة الأمريكي الأسمر في الشمال كانت أفضل بكتير عن حياة المواطن الأمريكي الأسمر في الجنوب. وده أدى لحركة هجرة كبرى للسود من الجنوب للشمال من سنة 1910 لسنة 1970، ودي أدت إلى خلل في الخريطة السكانية وارتفاع نسبة السود في الشمال، وده بدوره خلى سكان الشمال هم كمان يبدأوا في مجموعة من الإجراءات المضادة ضد السود زي الفصل العنصري في السكن والتضييق في فرص العمل. نرجع تاني لروزا. اعتقال روزا أدى أن النشطاء السود يدعو إلى حركة لمقاطعة الحافلات في ولاية ألاباما كلها. الحملة نجحت، الشركة بتاعت الحافلات خسرت 70% من إيراداتها، وأصبح المتحدث باسم الحركة دي ألا وهو مارتن لوثر كينج من أشهر النشطاء في حركة الحقوق المدنية. الحركة دي ما كانتش كيان واحد، ده كان فيها أكتر من منظمة وأكتر من جماعة، أحيانا كان بيبقى فيه ما بينهم وبين بعض اختلافات في حاجات كتير أو في طرقهم للتغيير، وإن كان هدفهم في الآخر هو تحرير السود تحرير كامل وحقيقي. وأشهر شخصين في الحركة دي كان مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس، ودول هنتكلم عليهم في الحلقة الجاية.